اللطيف دايما يا حضرات في مساله سؤال السوشيال ميديا، طبعا الى جانب ان احنا نعرف اجاباتكم على السؤال المطروح، كمان بتبقى فرصه لطيفه بالنسبه لنا ان احنا نتعرف على حضراتكم ونعرف انتوا بتفكروا ازاي، شايفين الامور ازاي، هل في يعني اختلاف في وجهات النظر في امور معينه ولا لا. طبعا سؤال حلقه النهارده ما كانش فيه مساحه قوي للنوع ده من الامور، احنا بنتكلم تحديدا عن توقعاتكم بالارقام، شايفين ان مباراه النهارده ان شاء الله هتنتهي كام كام، وفي البعض من الناس كالعاده ان هوندا قال لك يعني مثلا 3-0 واللي هيجيبوا الاجوال فلان وفلان وفلان. حلو ده برضه. حلو فعلا كده. حابين نسمع منكم كده مين شايفينه هو اللي هيحرز اهداف. نبدا بقى معاك يا كريم. اول حاجه احمد عبده بيقول ان شاء الله فوز الاهلي 3-0، وكريم جبر بيقول النتيجه من وجهه نظره هتكون 3-1. محمد جمال فوز الاهلي 2-0، ده زي توقعاتك. وجمال محمد 2-0 برضه. محمد محمود ان شاء الله فوز الاهلي بالثلاثه، قالك بالثلاثه. طيب بعد كده حموده 3 للاهلي ان شاء الله. مصطفى بيقول صباح الخير استاذ نهواندو واستاذ كريم، ان شاء الله 4-0 لنادينا الحبيب النادي الاهلي نادي القرن. محمود بيومي 4-1، ده جديد لسه السكور ده. ايهاب عياد 4-0. عبد الله بيقول 3-0، ومصطفى محمود بيقول 3-0. محمد مصطفى 3-0 للأهلي، محمد السيد 4-0، ومحمد حمدي برضو 3-0. ورجب سعيد هو كمان بيقول إن شاء الله 3-0، ومحمد بيقول 2-0 للأهلي، وياسمين ثابت 2-0 للأهلي إن شاء الله. ميدو 4-0 بإذن الله. أحمد ياسر صباحكم فل يا أهلاوية 4-0. محمد إمام 3-0. عبد الله محمود 3-0، وحدد بقى زي ما كنت بقول لك كهربا، محمد شريف وولتر بواليا، ووليد عبد الله بيقول إن شاء الله 3-0 للنادي الأهلي. تامر الجزار الأهلي هيكسب 4-0. محمد مصطفى همام إن شاء الله فوز الأهلي 3-0، وإيمان عبد العال إن شاء الله فوز الأهلي يا رب 3-0. عماد إن شاء الله 2-0 للأهلي، وأحمد المهدي فين؟ 3 ولا إيه؟ أحمد هو كتب اسمه بس. يكونش غامض أحمد المهدي. حويت مثلا مش واحد عايز يقول لنا لا تصدق تحت أي واحد للأهلي. أوكي. طيب كيمو عمر صباح الفل على اجمل برنامج في احلى قناه في الدنيا ان شاء الله 3-0. محمد شيكو 3-0 للاهلي ان شاء الله، بواليا والشحات وكهربا. انا عندي شعور برضو كهربا هيحرز هدف ده كده كده يا مسهل الحال. محمد صابر عاشق الاهلي ان شاء الله 4-0. عمرو الغندور نفس التوقع برضو 4-0، وابراهيم محمد 3-0 للاهلي. عمرو حسني 2-0 للاهلي. فتحي زيدان ان شاء الله الاهلي يخلصها بدري 2-0. محمود كابو 3-0 للأهلي، أحمد دياب 2-0 للأهلي، عمرو ضياء 2-0 للأهلي. شوف بص بقى عشان نبقى برضو واضحين، دلوقتي احنا بنتكلم 2 و3 و4 أكتر سكورز كومن لحضراتكم يعني بعتينهم أو التوقعات المبعوثة. هيبان شيرين أرناؤوط، شيرين أرناؤوط على فكرة صديق البرنامج، أنا بشوف اسمه على طول. 3-0 الإنتاج، مصطفى خميس 3-0 للأهلي. محمد حجازي هو كمان شايف إن النتيجة هتكون 3-0 للأهلي. عمرو الشحات 3-0. أحمد أبو عميرة إن شاء الله 2-0 للأهلي، وولتر بواليا وكهربا، مصطفى حمزة بس الطموح وصل بينا الخمسة. خمسة؟ الطموح وصل بينا 5-0 للأهلي، وهاتريك والتر بواليا وهدف كهربا وهدف لطاهر. وبولا جرجس 2-0 للأهلي. عفوا حسين حسان 2-0. علي عيداي 3-1 للأهلي، فيهم جول لكهربا بإذن الله. حازم مهنا إن شاء الله 3-0 للأهلي. رمضان محي غانم إن شاء الله هنكسب، كاتب بالعين إن شاء الله هنكسب 3-0. مش مهم ليه يا عين، المهم نكسب ان شاء الله. ابراهيم حميد 3 للاهلي، هدف محمد شريف، هدف والتر بواليا، وهدف حسين الشحات. ماشي. محمود السيد ان شاء الله الاهلي يفوز 2-0. محمد علي 4-0 للاهلي، كهربا وقفشه وشريف وبواليا. جميل. عبد الرحمن خالد 4-0 للاهلي، مدثر يوسف 2-1 للاهلي، محمد ماكن 4-0 كهربا وبواليا ومحمد شريف وطاهر او علي معلول، اداكي اوبشن يعني شوفي لك واحد من الاثنين يجيبه. مدثر يعني. اسمه حلو تخيل جدا. ومش منتشر قوي. احمد اشرف 3-0 للاهلي، احمد الحليسي بس يا كابتن هو الماتش صعب، لكن كابتن مختار مدرب كبير، ولكن الاهلي هيكسب 1-0. ماشي، دي جديده برضو السكور ده. احمد السويفي اتمنى فوز الاهلي 5-0.
هاني ان شاء الله فوز الاهلي 3-1، بواليا وكهربا وبدر بنون باذن الله، عباس فرغلي ان شاء الله 2-0 لصالح النادي الاهلي، شاف سمير الطوخي 3-0 للاهلي، وكهربا هيسجل ان شاء الله. ماشي ياسر حامد 6-1 ان شاء الله للاهلي وكفى، ابو يوسف 2-0 للاهلي، ابو المنياوي 2-0 ان شاء الله والحته الجديده. ايه ده؟ لا حته جديده قصده على والتر بايا. ماشي. هي حته مميزه الحقيقه وتوقعاتنا يعني مصطلح مصطفى عطيه 2-0 كهرباء وبدر حلوه. ايمن عبد المعز بيقول هو ماتش صعب ولكن ان شاء الله الاهلي يكسب 3. حسني ايهاب اتوقع فوز الاهلي 4-1. درش صلاح ان شاء الله الاهلي هيكسب 3. محمد فهيم الاهلي هيكسب بالثلاثة والله اعلم. برضو احمد عبد الستار واحمد المنسي 3-0، يعني برضو هنا في تطابق للتوقعات لحد كبير. هاني حماده 2-0 للاهلي، اسلام احمد فوز الاهلي 3، علي مصطفى ابو بخيت 3-0 للاهلي، علي حماد علي ابو النجار 3 للاهلي. محمد تريكا برضو على فكره من الناس اللي بتتابعنا على طول بشوف اسمه، ان شاء الله 3-1 للاهلي، بودي جمال 3-1 للاهلي، مصطفى سمير 2-0 للاهلي، اسماعيل ابراهيم 3-0 للاهلي، واسامه يوسف 3-0 للاهلي، كريم علي 3-0، ماهر مخلص 4-1 للاهلي، واحمد طارق 3-0 للاهلي. شوف بقى التوقع اللي جاي ده. أوبا. محمد الدسوقي 7-0 للاهلي. الله الله. نادر زايد 3-0، محمد سليم 4-0، وعبد الله الحكيم 3-1. ماهر علي 3-0 للاهلي، سعيد حلمي ان شاء الله 2-1 للاهلي، ومحمد حازم 3-0 للاهلي. فين البنات؟ انا مش لاقيه ولا بنت اهلاويه بعت ليه كده؟ كانوا بيبعتوا لنا. احمد رضا الاهلي 3 باذن الله، عبد الرحمن سلام او سلام ان شاء الله 3-1، احمد حسن 2-0. كريم السيد عمار 2-0 للأهلي، محمد عبد التواب 2-0 أو 1-0 أو 3-0 وبيضحك. طب كويس إنك بتضحك يعني. أحمد ماهر محمد 2-0 للأهلي بس. إيه بقى؟ سوها جت. أخيرا يا سوها. سوها الطوخي جت أهي، وحتى بالأمارة بتتوقع النتيجة هتكون 4-1 للأهلي إن شاء الله. ماشي. أنا مش عارفة ده مهاد ولا محمد، مش مشكلة. فوز الأهلي 3-0، مهاد تقريبا، مهاد اسم حلو برضه مهاد. أحمد صلاح 3-0، أبو محمد هاني بص كله 3-0، إسلام شلبي 3-0، باسل أحمد خليفة 3-0، عمر 2-0، وعلي زقزوق 3-1. محدش توقع 2-1 على فكرة. لغاية دلوقتي أنا الوحيدة اللي توقع. هنشوف. أحمد 3-1، أبو كريم 3-0، حسنين عبد الرحيم برضو هنا 5-0 جديده دي. عبدو جمال 3-1 للاهلي ان شاء الله، جمال رياض شنب 3-1 للاهلي ان شاء الله، واحمد رضوان 3-0 للاهلي. ريم اهو ده انا معايا صفحه ابتدت كلها ابتدت تنبدع. ريم احمد 3-0، واسراء علي ان شاء الله الفوز للاهلي، وسابتها يعني فاهم لربنا. ماشي حلو حلو. واخيرا وليس اخيرا احمد سلام 5-0 للاهلي، واحمد رضوان 2-0 للاهلي. وعلى فكره جدير بالذكر يعني ان احنا في كل مره بنقول لحضراتكم او بنقرا تعليقات حضراتكم او توقعات حضراتكم طبقا للسؤال المطروح في السوشيال ميديا، هذا الكم الكبير من التعليقات اللي احنا بنقراها كل ده ما تيسر، احنا ما نقدرش نقرا طبعا تعليقات كل الناس، فاكيد بنعتذر للي ما اسعدناش الحظ او الوقت ما ساعدناش ان احنا نقول اسمه. بس التفاعل اكثر من رائع، واحنا سعداء حقيقي بده. وانا بقى بفكر في حاجه، من اللي حضراتكم بيتابعنا وبعت لنا لو النتيجه بتاعته طلعت صح او التوقع بتاعه طلع صح، انا عايزه بس يعمل لنا كده، يلزق التوقع بتاعه، يعمل زي الصوره كولاج او اي حاجه، يلزق الصوره بتاعته مع التوقع اللي كان بعته لنا، واحنا هنعرض صورته والتوقع بتاعه هنا في الحلقه. ايه لو ماتش النهارده خلص فعلا 3-0 هنحط صور ناس كتير، لان 3-0 كانت خصم مشترك. خلينا نعمل كده، ولو بقى السكور بتاعي طلع صح هنحط صورتك. الله، فرصه الناس تتعرف علينا برضه لينا. احنا بنشكركم على حسن المتابعه لحلقه النهارده، وان شاء الله بكره باذن الرحمن قبل دلوقتي بساعتين يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.